السلام عليكم ورحمة الله وبركاته حبايبي طلبة وطالبات الصف الثاني الإعدادي، أهلا بكم مرة تانية مع شرح وحل كتاب جيم الصف الثاني الإعدادي 2025. بعد النهاردة مع حل التمرينات اللي على الجرامر في الدرس الثالث والرابع في الوحدة الثانية، والكلام ده هنلاقيه في صفحة 71. طبعا الجرامر بتاعنا كان عن الصفات والأحوال. هنشوف نمبر 1 بيقول ذا بيبي سليبت إيه لاست نايت. طبعا حبايبي هنا طالما بيقول لي نام ازاي يبقى هنا عايز الحال، والحال هنا quietly. قلت لكم الحال بيوصف طريقه حدوث الفعل، اما الصفه فبتوصف اسم او ضمير عائد على الاسم. نمبر 2 بيقول لي ذا تشيلدرن وير اي وين ذي بلايد ان ذا بارك. طبعا هنا انا بوصف الاطفال فاكيد طبعا هقول هابي، وهابي بمعنى سعيد. تعال نشوف نمبر 3 بيقول لي ذا كات از سيتنج ان ذا sun، يعني القطه قاعده في الشمس. طب هنا بيوصف لي الطريقه اللي هي قاعده بيها، يبقى لازم اقول ليزلي يعني بكسل. هنشوف نمبر 4 بيقول لي اي اولويز ستادي اي فور ماي اكزامز. طبعا هنا عايز الطريقه اللي انا بذاكر بيها. طب يا ترى مستر اجيب هاردلي ولا هارد؟ طبعا قلنا لا، لان الحل من هارد هو هارد، اما هاردلي طبعا ظرف تكرار بيجي قبل الفعل. هنشوف نمبر 5 بيقول لي ذير ار شارب روكس يو هاف تو بي في صخور حاده، يبقى انت يجب ان تكون، انا عايز صفه ليا، يبقى يجب ان اكون حريص، يبقى كيرفول. نمبر 6 بيقول لي شي كلوزد ذا دور اي بيهايند هير. طبعا هنا بيوصف لي الطريقه اللي قفلت بيها الباب، يعني عايز حال، يبقى لازم اختار انجرلي. تعال نشوف نمبر 7 بيقول لي شيرين بلايز باسكتبول اي، عايز الطريقه اللي بتلعب بيها كره السله، فلازم اجيب ويل، ويل يعني بشكل جيد. تعال نشوف نمبر 8 بيقول لي the children are singing A in the playground، عايز اوصف الطريقه اللي بيغنوا بيها، يبقى لازم اقول loudly، ولاودلي يعني بصوت عالي. تعال نشوف نمبر 9 بيقول لي رحاب played the piano A in the party last week. خلي بالك اولاد، طبعا هنا عايز اوصف الطريقه اللي بتلعب بيها او اللي لعبت بيها رحاب البيانو، فلازم اجيب حال، والحال هنا هو كلمة beautifully. تعال نشوف نمبر 10 بيقول I'm sitting under a tree and eating my lunch. طبعا بيقول لي انا قاعد تحت الشجرة وايه باكل. خلي بالكو الغداء، خلي بالك انا بوصف هنا طريقة اكلي للغداء، يعني بوصف الفعل، فاذا هنا لازم اقول hungerly، hungerly يعني بنهم. تعال نشوف الاخطاء. يلا بقول drive slow when it's rainy. طبعا هنا بقول له سوق ازاي، يعني عايز الطريقة اللي بيسوق بيها، بوصف طريقة حدوث الفعل، بلازم اجيب حال، يبقى slowly. نمبر 2 بيقول لي the dog bad hurt itself while driving. خلي بالك يا اولاد، طبعا هنا hurt دي يعني جرح نفسه او اذى نفسه، طب يبقى انا عايز اوصف الطريقة اللي اذى بها نفسه، فلازم اجيب حال، والحال من bad هو badly يعني بشدة. هنشوف نمبر 3 بيقول لي that bird is flying very A. طبعا عارفين حبايبي ان الحال من fast هو fast برضه، لازم اقول is flying very fast. تعال نشوف نمبر 4 بيقول I'm waiting excited to get on a plane for the first time. طبعا I'm waiting انا منتظر، يبقى عايز الطريقة اللي انا منتظر بيها طريقة حدوث الفعل، يبقى لازم اقول excitedly يعني بحماس. تعال نشوف نمبر 5 بيقول don't run quick in the street. طبعا هنا ما تجريش بسرعة، عايز الطريقه اللي بيجري بيها، يبقى لازم اجيب حال، يبقى لازم اقول quickly. تعال نشوف نمبر 6 بيقول لي she can answer all the questions easy، تقدر تجاوب على الاسئله بسهوله، يبقى عايز الطريقه اللي بيجاوب بيها على الاسئله، يبقى لازم اقول easily. تاني لازم اقول easily، خلي بالك ان انا هقلب الواي لاي الواي. تعالوا حبايبي يلا نشوف التمرينات اللي هو مديها لي على الدرس الثالث والرابع. طبعا مدينا القطعه والمفروض ان انا بجاوب عليها. بيقول لي اتس نورمال تو جيت وريد اور تو فيل ساد سم تايمز. طبعا من الطبيعي انك تشعر بالقلق او الحزن احيانا، بات وات هيلبس تينيجرز تو فيل هابي، اللي بيساعد المراهقين ان هم يشعروا بسعاده. وي فاوند فايف ثينجز ذات كان هيلب، لقينا بقى خمس حاجات، الحاجات دي بتساعدهم. تينيجرز دونت اوفن جيت انف سليب، اولا ما بيناموش كفايه، بات ذيس از ا تايم in your life when you need a lot of sleep، الوقت ده بالذات محتاج نوم كتير. Young people who sleep from 8 to 10 hours a night are much happier، الناس اللي بتنام من 8 ل 10 ساعات بيبقوا اكثر سعاده. It's good to be alone sometimes but people need each other، انت احيانا ممكن تكون لوحدك دي حاجه كويسه ولكن الناس محتاجه بعضها. Spend time with your family، طبعا قضي وقت مع أسرتك. and also try to make new friends because this makes teenagers happy، حاول تكون أصدقاء لأن ده بيخلي المراهقين شعلاء. people need nature to be
happy. الناس محتاجة الطبيعة عشان يكونوا سعداء. go to the desert، تروح الصحراء. the river، النهر. or go to a park، أو روح الحديقة. if you live in the city، when you do something kind for someone else، لما تعمل حاجة كويسة لشخص تاني، this makes you feel happy too، ده بيخليك تشعر بسعادة أيضا. try it، جرب الكلام ده. you will feel really good، جرب الكلام ده وانت هتشعر بشكل جيد. أول سؤال طبعا حبايبي بيقول لي give suitable title to the passage، طبعا العنوان المناسب هنا طبعا دي الطرق اللي بتخلي التينيجر سعداء. يبقى هقول كده ways، يعني طرق to make teenagers happy، يعني الطرق اللي بتخلي المراهقين سعداء، او ممكن اقول 5 ways، يعني 5 طرق. طب تعال نشوف نمبر 2، بيقول لي how many hours should young people sleep at night، طبعا كم عدد الساعات اللي هم المفروض يناموها. احنا قلنا 8 يعني 8 to 10 hours، يعني من 8 ل 10 ساعات. تعال نشوف نمبر 3، بيقول لي what do you think makes teenagers happy، ايه اللي بيخلي التينيجرز سعداء. طبعا هنا حبايبي بقى حاجات كتير جدا في القطاع. طبعا ممكن اقول spend time with your family، يعني قضي وقت مع اسرتك، نام كفايه، ساعد الناس. الحاجات دي كلها حبايبي موجوده فين؟ في القطعه. لو كتبت اي واحده فيهم الكلام ده صحيح. طيب تعال نشوف الاختيارات. بيقول لي the underlined pronoun it refers to، it دي عايده على ايه؟ طبعا it دي حاول ايه لما كان قال له حاول تساعد الناس. طبعا حاول تساعد الناس دي يعني to ايه؟ قال لي to be kind، انك تكون طيب مع الناس. تعال نشوف نمبر 5، why do people need nature، ليه الناس محتاجه الطبيعه؟ اكيد طبعا عشان يكونوا سعداء، يبقى to be happy. تعال نشوف نمبر 6، the underlined word sad means، sad طبعا حبايبي معناها unhappy، و unhappy معناها حزين برضه. تعال نشوف يلا نمبر 1، بيقول لي I always see ships with lots of fish. طبعا بيقول انا بشوف دايما سفن وفيها اسماك كتير اكيد في الميناء، والميناء حبايبي اسمه بورت. تعال نشوف نمبر 2، بيقول I don't go to football games because I don't like big A. بيقول انا بحب ما بحبش اروح مباراه كره القدم لاني ما بحبش الايه، اكيد طبعا الزحمه، يبقى crowds. تعال نشوف نمبر 3، بيقول I ate a funny text from my friend yesterday، بيقول انا ايه نص من صديقي امبارح، يبقى I got، got يعني حصلت على. تعال نشوف، لان هنا قال لي from حبايبي ما قاليش to. طب تعال نشوف نمبر 4، بيقول it's impolite، من عدم الادب، to ايه when someone is speaking seriously. طبعا ما يبقاش ادب لو انا ضحكت، لو حد بيتكلم بشكل جدي. نمبر 5، بيقول لي most people like to eat some of their pictures on the wall. خلي بالك يعلقوها على الحيطه، يبقى hang، hang معناها يعلق. تعال نشوف نمبر 6، بيقول لي the man at the wedding wore a fantastic ايه، بيقول الراجل اللي كان في الحفله كان لابس ايه رائع. طبعا حبايبي الراجل اللي كان في الحفله اكيد كان لابس بدله رائعه، يعني ايه بدله؟ سوت، سوت معناها بدله. تعال نشوف نمبر 7، بيقول لي the young يعني الشباب، حبايبي ده لما تيجي قبل الصفه بس كده من غير اس تي، يبقى الطايفه دي من الناس، المجموعه دي من الناس. فبقول ذا يانج الشباب لايك ايه السيلفي، طبعا لايك تيكينج، تيكينج حبايبي بمعنى بيحبوا يلتقطوا سيلفي. بعد نمبر 8، بقول ذا تيتشر تريتس اول هيز تشيلدرن، يبقى انا عايز الطريقه اللي بيعامل بيها الطلاب، فاكيد هقول كايندلي الحال. نمبر 9، بقول وير سيتنج ايه اون ذا روكس بيكوز ذي ار شارب، بقول احنا قاعدين ايه على الصخور لانها حد عايز الطريقه اللي هم قاعدين بيها على الصخور، يبقى كيرفولي. تعال نشوف نمبر 10، بيقول لي I always get up ايه؟ I get up at 6:30، طبعا هنا بصحى مبكرا لان الساعه 6:30، فاكيد هقول early. تعالوا حبايبي يلا، بيقول لي شاهندا usually arrives lately she never comes on time، طبعا عايز هنا بقول انها توصل متاخر. طب متاخر؟ قال لي لا، الحل من ليت هو ليت برضه بشكل متأخر. تعال نشوف نمبر 2، بيقول لي the nurse picked up the baby gentle، طبعا انا عايز اوصف الطريقه اللي هي التقطت بيها الطفل الرضيع، فاذا هقول gently، هشيل الاي طبعا واحط واي. تعال نشوف نمبر 3، بيقول لي it trained يعني الدنيا مطرت heavy all through the night، عايز الطريقه اللي هي مطرت بيها فهقول heavily. خلي بالك هقلب الواي لاي ال واي عشان اطلع حرف ساكن. نمبر 4، بيقول لي احمد went into the new school sad، دخل المدرسه ايه؟ اكيد sadly، sadly حبايبي بمعنى بحزن. طبعا هنا بقرا موضوع التينيجر كويس والحاجات اللي بتخليهم سعداء، ودي قطعه لسه جايبها لي اراه كويس، هو ده موضوع الباراجراف بتاع التينيجرز.
تعالوا حبايبي يلا نشوف الـ challenging questions. بقول the students were not happy, خلي بالك ما كانوش سعداء. I find so much rubbish. خلي بالك جايب لي هنا فعل فين في المصدر, ما ينفعش اقول with ولا about ولا for, لازم اقول حبايبي. ها to find. اللي بعدها بقول my brother is very ill, we're very sad. احنا حزانه جدا, يبقى my brother is very ill. طبعا هنا عايز اقول اخويا ايه, اخويا اللي في النص او اخويا المتوسط, يبقى ده اسمه middle. تعال نشوف number 2, بقول I feel real good. طبعا حبايبي اللي بيوصف صفه بيبقى حال, فبالتالي لازم اقول really, I feel really good. تعال نشوف number 2, بقول he felt happily when he got high marks. قلنا اللي بيجي بعد افعال الحواس حبايبي بيبقى صفات, فلازم اقول happy مش happily. Thank you very much for watching, but don't forget like, share, subscribe, and don't forget the bell so that you can watch all our episodes. يلا لو ما كنتش اشتركت في القناة اشترك بسرعة, ولو ما كنتش فعلت الجرس فعل الجرس عشان يجيلك تنبيهات بكل الحلقات اللي جاية ان شاء الله. استنونا في الحلقة الجاية مع الدرس الخامس والسادس, شير لكل زمايلك عشان الكل يستفيد, كل ما تشير اكتر نستمر احنا اكتر ان شاء الله. Goodbye. السلام عليكم.